بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى وحنقبل الله بنا آيات اللحدة إيا سيدين سورة الفرقان إلى آيات اللباطن إيا اللبو سورة الشعراء. مؤمنين عباد الرحمن سفوين كودي وهي ثابت كهابا لشيغي فاشنا سفوين كان نزهان ويكوه فيهن بالشيغي دونا آيات يهور ويسكوه دعات فيهن والذين كوي عباد الرحمن كو إذا أنفقوا مكي وحبهن أيان لم يسرفوا أن خسارين أن حد قد من ولم يقتلوا أن عريرين وكان بين ذلك انت وحاول دحايا قوام ستوسن والذين كوي عباد الرحمن كو لا يدعون أن عابد مع الله ألم عيسى إلها إله آخر أو كلا ولا يقتلون النفس نفنا أن دلم التي نفتي حرم الله الله حرام يلي إلا بالحق حق إن لقد لم يعني وبعد الإسلام أوشي دومي أما بعد الإحسان أزينيسين ولا يزنون أن زينيسين وبيفعل ذلك قفكي سدا يله أو الله وحكى للعابده أما النفع عن دل مذنن دله أما الزينيسه يلقوح لكل من أثاما عقاب لكل من وضعفوا الله الله بالله قفكا العذاب عذابك الله الله بيوم القيامة ويخلد وكواري فيه عذابك مهانة سجد ليس إلا من تام الله سبحانه وتعالى سفوين كوري عباد الرحمن كل هايين وصفة دي أي كسفو بين تنى وصفة أي كدير يهينو لغن نزاها يوين عباد الرحمن كو حوي وكوان الله الله كلا وحكى للعابين إله كلا الله كلا مجري إله كلا اللعابين إله واسمنا كراءة نفعا دل مضننا عن دل لكن نفت دل مركي دل كمضت ولا دل وحوي الردة بعد الإسلام ولا دل الردة بعد الإسلام الزنا بعد الإحسان ولا دليه وكو الزني سنين ودعه حرام تا إسكا إلالية قفكي سيدا يلو انتا سورد كوكعة وحو لكل مي دمبب لكل مي إقاب لكل مي والله الله بعذابك ما لنت قيامي إساقو دلي أنا وكو واردون سادح مسالة لنوشي قعو شركي قوة عجيب نبي الله محمد الحجري بعد شركي دبع حلالة ورحم حراما لغو الدبعيي دم بكوين ما يشيلون بعد الشرك النبي قال عليه الصلاة والسلام والذين كوي عباد الرحمن كو لا يدعون أن عابد مع الله ألم عيسى إلها إله آخر أو كلا وحل وحي أن الله إن عبادة ألا لي يهي سيسو إله بكوي يهي ولا يقتلون أن دلين النفس نفع أن دلين التي نفتي حرم الله الله حرام يلي دل كيدا إلا بالحق إن لقد المويان وأرد بعد الإسلام والزنا بعد الإحسان ولا يزنون أن زني سنين ومن بدكي يفعل يلا ذلك أرنتا يلا شرك اللي مادة نف بلاش كدي للزنا يستا يلقوح لكل من أثاما عقاب لكل من يضعفوا الله 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 بالله قفك العذاب عذابك الله 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 يوم القيامة قيامها يوم كيس ويخلد وكواري فيه عذاب كان مهانا يسجد ليشن إلا من تاب إلا من تاب قفك التوبة كان مويان هو آمن فمي هو عمل عمل فلا عمل عمل صالحا ورسالة توبدي سي أي ظاهر نقطين فأولئك كوا يبدل الله ألا وحكو بدلي سيئاتهم حمانة لحسنات وناك بكو بدلي وكان الله وحو هذا غفورا كيدا فرحيما ونحرستا قفك الدنوب تافراها بدن سمية هدو توبة كينو الله توبة دوكا أقبل وحي شركة حتى الله توبة دي سيو أقبل عبد الله بن عباس با وحو يري سورة النساء نمبا ويمدو وحو يري سورة النساء آيات وحي شيغيسا توبة ملي بي آيات شيغيسا عبد الله بن عباس با نمبا ويمدو يري توبة ملي يحي نمبا اندلي مركز شوري مايا عبد الله محاد ساو تريبا ليري إنو وحدي لو ربي بودي ساسا ساو إربودي مركز توبة ولي عدك سوء دنبي قشا توبة ولي qofka tooba keena waxa shaqada inuu muumin yahay amalkiisu salaaxay yahay toobadii ay ka moqato haduu toobad hoos ahaan u qarsado lama rabo xumaantoodii baa waxa lagu bedelay xasanaad kaafir meesho ah muumin baa lagu bedelay
معصية ماشي أهي طاعة لجو بدلي وحلا وفسق ماشي أهي عفيف بلجو بدلي وحلا وحي مجعها حماية ولها أسفة ولها وناك بيش بدليها علم القادة والواقيامها وفق السيئات كأولي ما دمركم واحد هاي سيئات كيسي يا حسنات لجو بدلي الجنة كوجلي تاسوا لجو حب بنيها وأدون كمجعسي بيش بدلي مركو قالها مو مبنقني مركو فاسقها ونقنايا مضيع ونقنايا مقعي أدب بأسوه ذا بدلي إيمانك بأس بدلي إلا من موي ذاتك سيدا يلي عذابك والله الله الله دي. إلا من ذات موي تاب التوبة كيري وآمن رمي وعمل عمل فلسالحا عمل وناكسن فأولئك كوا يبدل الله ألا وحكو بدلي سيئاتي محمانت وذي حسنات وناك بكو بدلي وكان الله ألا وحو أهد غفورا كدافة فحيما حريصة توبة كين كان لينو قبا قيامرك دمبك استوى قلو توبد الله ka qosan ee niman baa nabiga u yimid oo day quraaysi ahayd oo waxay dhahay yaa rasuulullah yaa rasuul markaa mayna dhayna muhammadow waxaan aad sheegaysaa waa wax fiican oo wanaagsan laakiin dambi wuxuu yahay oo dhawaan wada galay tooba ma jirtaa kafaar ma jirtaa ayadana marka la keenay ayadan yaa la keenay way allah wuxuu leeyahay wa man taaba qofkii tooba keena tooba dhaba wa amila amal salihan amal wanaagsan fa inahu qofkaasi yatuubu wuxuu u tooba keenay allah allah u tooba keenay mataaban tooba keenay eeg barkii shardiga iyo jawaabka waban taaba barki leey feenay yatuuba hadana leey qofkii tooba keena oo tooba keenay faa'iidadeedu waa kala duwayna qofkii dambigii uu galay ka tooba keena Allah buu tooba keenay toobadiisu waa maqbool bay ka dhigantahay way Allah subhanahu wa ta'ala waban taaba qofkii tooba keena oo amil amal salaahan amal wanaagsan feenay qofkaasi yatuubu oo tooba keenay tooba keen dhaba ilaahi Allah hadiisa ma taaba tooba keen والذين كوي مؤمنين هلك يوريكو عطفانتاهي عباد الرحمن كو الذين كوي لا يشهدون أن حاضرين الزور بين أن حاضرين إيا وسخ إيا حمان وإذا مروا مركي مران باللغو اللغو إيا وح أنقم الله إن مروا مركي كراما إيا وشرف له عباد الرحمن كو حوي وكو الزور كآن حاضرين مركي الزور كمعنا بذنبوا لي يوم ماشي حمان لقصة مينو إلا المحاضرية ماشي خمدق الوعبي marka heesta lagu tumi meesha wuxuu aha hadalka xun meesha dadka lagu xamanayo kulli meesha soo dhan ma tagayaan qadii wadar Allah ay ku soo beegmaan ay soo maraan iyagoo sharaf laba dafayaar kulli xan ma hayaan way iska garmaday waladina kuwa weeye ibadul rahman kulli yashaduna an hadirin azura malhun an hadirin qoliyana waxay ku fasinay la yashaduna an kumar khatikin azura bizuri ben an kumar khatikin sida hore ka fiican والذين كوا عباد الرحمن كوا لا يشهدون أن حدن أزورا ملحن أن حاضرين ماشى خمر قال له عبئي ماشى دتك الله حمنا يئي ماشى هاست الله قطمي تدربان كله قطمي وكون حاضرين وإذا مروا مركز سومرا باللغو بعض المركز سومرا ودر الله يقصه بأجمان وما ينسوه قصينة مروا ويمر كراما إيه والشرف لا يمر وكل حن مهيا والذين كوا وعي عباد الرحمن كوا إذا ذكروا مركي لغو وانيو بآيات ربهم ربي قوة آياته سلام يخروا أن دعينينا أن خشوع عينين عليها على الآيات السمة يقول دقالا وعميان عميانا إن دلا أن دعينوا بل يقول دقال قبوة دقيسان باي دعيا وي لعيدة وحال لغوة ذا ويقول دقال رعينا وي دقيسانو ويقول دقميا مركا سفر ممنيته وحوي آياتها اللي مركي لغو وانيو قرآن كالله شيغو يقول isdiga marinayo oo aan waxba fahmaynin ma dagaysanayaan iyagoo khushuucsan oo fahamsan bay dagaysanayaan way faasila gaalada iyo dadka munaafiqiinta ayadaa markay maqlaan iyagoo sii jeeda oo qalbigooda uu u dhaadhacsanay yii dagaysanayaan waladina ku way ibadul rahman ku idaa dhukuru markii lagu waaniyo baayati rabbihim rabbigood ayadiisa lagu dul aqriyo lam yakhiru an da'inina khushuucaynin alayha ala alayati ayadaha summan iyagoo dhala wa cumyaanan in dhala ee iyagoo in dhaqabo oo dhagaqabo oo fahmaya iyo khushuucayaan way waladina kuwa ibadul rahman ku yaquluna dhi rabbana rabbiga yow hablana nasiib min azwajina ee haweenkayaga wadurriyatina caruurtayada qurrata acyun lilqabawsi wajcalna allow naga yeel lilmuttaqiina kuwa mutaqiinta imaaman hogaamiyaal allow naga yeel muminiinta ibadul rahman ku waa kuwa caruurtooda iyo haweenkooda iyo waalidkoodi iyo dadka qaraabadooda ilaahu kuwa khayr qaba nooga dhigi daaway ilaahu kuwa khayr qaba
nooga dhig isin qabowsigu waxa go'n ilmahaagu diinta ku dhaqmay oo fiican marka aad aragto isaadu way ku farxay il qabowsigu waxa arabtu u yaqaanin farxada ilaahu arurta yadii haweenka iyo waxaan ku farxna naga sii oo diinta ku dhaqmaday anagana naga dhig hoggaamiyayaal diinta wax ku hoggaamiya allah naga dhig waa kuwa muuminiinta awliyaa arrahmaan walladina kuwa weeye ibadu arrahmaan ku yaquluna ilaahda ربنا ربك يو هب لنا نجسي من أزواجنا حاسس كيدا إيو ذرياتنا عرور سيدا قرة عيون القبوش فرحت إله نجسي ود الدين كل نغمة إله كيل وجعلنا أنجنا نجيل إماما هجامي يا للمتقين أن هجامنا يعني فضل بدرسي أن روح اللوي أولئك أنت الصفاء هذا الصومر والدور يطمنه وأك خبرك قدامي أولئك كوا النوع عسيج جون وحلقوا أبا المرن الغرفة دار الدار بسبب ما شيء سبب فيه صبروا أي كسبرين عبادة كسبرين معصيادنا كسبرين ويلقون وحالوا لكم فيها جنة الدحية تحية بريدة وسلام السلام بالقولة يالقولة كلمة خالدين فيها يوكواري حصون الجنة وفي عنتها مستقرا مكان سجنان ومقاما مكان كنا قال ذاتك سفوين كفرها بنالها عباد الرحمن كاها واكنا بالقودي الغرفة urfad wa daaran dhaadheer oo jannada ku yaal garo kuweenano kala ma daaran dhaadheer oo jannada ku yaal way maxay ku helen daarta dheer iyo jannada bima sabaro waxay ku sabreen cala taa wa aan il macsiyatina way ka sabreen waxa lagu la kulmi markay jannada joogan oo malaa'ikti iyo iyaga laftooda isku la kulmayaan bariidi iyo salaan way salaamayn bariidi iyo salaan labaduba af Soomaali waan wayna ku waarayaan meel la taga meesha ugu fiican weey waa jannada weey walaayka ibadu arrahmaan ka sifooyin kaalihi yujjoona waxa lagu awlaad marin alghurfata darde ero jannada ku taala bi sababi ma shay sabab fi sabaru ay u sabreen bi sababi sabreen sabir kooda sabab fiisa ay khayraadka ku sabreen macsiyadana ka sabreen wayulqawna wa la la kulmi fiha jannada dhexdeeda tahiyata salaam iyo bariido iyo salaam salaam baa lagu la kulmi khalidina fiha xalay ku waraya حسوند ويوناكسنت هاي جنادو مستقرا مكان السجنان يو مقاما مكان النجادي متكبوا في عنده قلوا حتى دابا النبي يوم ما يعبأ بكم خبجين إلين آبيين مهايو لولا دعائكم عبادة دين هدي للاية هدي ذان عبادة يسن أرهدن إذن كمال وإذن وإذن عقاب وإذن إلهي وحبذين قيمين وشرف آت كل إذن أكتيسة بكان عبادة يسنتان آبيين كما تقال قلوا حاتنا ما يعبأ بكم ربي خبقي دين آبيين ما يوحقي مدى مله دين لولا دعائكم عبادة دين هذه للاية إلهي دين آبيين ما محوك دين كو آبيين فقد كذبتم واد بين سين إلاين فسوف يكون سوف مرضم يكون عذاب كن نقضونا لزاما كي إذن دل صارنا إذن كو واجبة لازم إذن كو نقضونا هدان الله أيضا عبادة دين نجيري لهن الله دان إذن كماله هذا العبادة يسوي إذن الله دم إذا كمال إلين أبا يلي ماي محايا لواد بين سين محيدين كو أبا يلي قلوا حاتر ما يعبأوا بكم ربي فبقي إذن أبا يلي ماي لولا دعاكم دعا دينا هدين للاية هي عبادة هدين للاية محيدين كو أبا يلي دي فقد كذبتم إلا واد بين سين فسوف مرضم يكون قندون عذابكم لزامك إذن لازمة سورة الشعراء وسورة دي labaatan iyo lix tartiibta quraanka kariimka ah ayadeeduna waa 227 waa suurada labaad ee quraanka ugu aayada badan weey baqara kaliya un baa ka badan baqara kaliya ka badan waxa ku soo dhaw suuratu al-imran waa 200 suuratu al-imran suuratu al-a'rafna waa 206 suurada kale ugu soo dhaw waa suuratu safat oo 108 iyo dhowr marka suuradana wata waana makkiya suuradu quraanka makkiga ay ku soo dagtay qisooyin fara badan oo inuu ka cibra qaadan doono oo cilmi badan ay inuu ka faa'iideysan ya liinoo ku sheegi doona mid kale quraanka al-xuruuful muqaddaa ay suuradaha lagu bilaabo 29 suuradood way 5 4 3 2 mid intaas lagu bilaabo suurad kasta oo xuruufta lagu bilaabo quraanka si toos ama si dadban way sharaftiisa quraanka u sheeg xuruufta muqaddacada wax tafsiir uma hayno qoliya wax ku faafsiree wax tafsiir oo saxa uma hayno way laakiin wuxuu ku tusin
laba masalo ku filan yahay xurufta muqaddacadii wa mid marka la aqriyo ajir baa laga heli oo nabiga ayay xaraf quraanka kamida qofkii aqriya wa loo laabi wala aqulu alif lam mim harfun laakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun bu nabiga alayhi salatu wa salaam mid kale waxay kale ku filan tahay carab oo quraanka lagu careeyay waxa la yin xuruuftan aad taqaaneen alif iyo ba iyo da iyo sin ka sameysan yahay xarisa oo kale la kaalay taasina way ku filan tahay taasimim Allah baa wuxuu la jeedo tilka taqiibaha badan ee lagu soo dajiyay ayatul kitab kitabka ayadihiisa way nabi ilaahay maxamedo kitabki al-mubin ee adda la'allaka waxaad mudan tahay baaqucun inaad halaagto oo disho nafsaka naftaada Allah yakunu li Allah yakunu inay nusumaynin darteed ina naftaada u halaagto ya sura gala Allah yakunu li Allah yakunu inay nahal mu'minin ina naftaada u halaagta sura gala Nabii Ilaahay Muhammad waxa lagu dhitaa ishaaradu waa baciido waa shay qiimaha badan baa ishaara baciida lagu ishaara in wax fog meel kama jirta nabiga kitaabki quraanka waxa lagu soo dajiyay adigana waxa sura gala inaad naftaadu ma aad qarrantaba inayna mu'miniin noqonin darteed waxba hisdiilin baa la leeyahay hawshaada iska wado xaaladda dib yaray baa la leeyahay nabiga lagu leeyahay tilka taa qiimaha badani ayatul kitaab kitaabka ayadihiisa way kitaabka al-mubin ee cadaa ee waadixa laalaka baaxuun inaad halaagtaa laga yaaba sura gal ah nafsaka naftaada allah yakunu li allah yakunu inayna ahaanin darteed inaad naftaada u halaagto mu'miniina mu'miniin innasha hadaan allah doono inuu nazil aleem wan ku soo dajin mina samay samada aayatan calaamad oo fadallad waxay ahna anaaqum luquntoodu laha aayada khaadiciina kuwa khuduuc yahay allah wuxuu leeyahay inaad isalaagta sura gal hay salaagin hadaan doono iimaan qasaban ka yeesiin laha oo aayad ayna diidi karin oo daruuri ah yaa ku soo dajin laha marka waxba isku daalin allah subhanahu wa ta'ala anbiyaada aayadaha uu ku soo dajiyay waa aayada nadeer iyo oo in la aqriso oo loo fiirsado oo la rumeyo u baahan ee aayada qasab yihiin ma jiraa bilmatal dii cadaabko kale halka la soo dhigo waa qasab allahna iiman qasab ma rabe iiman khiyaar u raba allah subhanahu wa ta'ala inna shahadaan doono nunazil waan dajinayna aleem dushooda mina samay samada xageeda aayatan calaamad ku qasabta iimanka fadalad way ahan acnaatum aqanad luquntooda luquntoodi baa leeyahay yaa khuduuc ilaahay marka luquntooda waxa looga jeedaa kulli luquntay hoos wada dhigilaa way hoggaansan ilaahay baa looga jeedaa waxa kale lagu fasiraa acnaaquhum kuwi madaxda u ahaa yaa hoggaansan ilaahay sida hore ku daa fadalad waxay ahaan lahayd acnaaquhum luquntoodu laha aayada khaadiciina kuwa u khushuucay ahaan lahayd ee marka ay daalinin baa leeyahay wama yaatihim uma imanin dadka mushrikiinta min dhikri waxyi min arrahmaani arrahmaan xaqiisa waxyigaas oo muxdasin cusub soo dejintiisa cusub ee waa la sameeyay maaha waa la abuuray maaha ilaa usoo ugu yimaado kaanu waxay ahaadeen mucridiin aanu kuwa ka jeedsaday ahaadeen faqad kadhibuu way beeniyeen waxyigii yimid bay beeniyeen mushrikul carab fasayaatihim waxaa u iman anbaa'u maa shay warki kaanu ahayeen yasaasi rabbihi kuwa ku jeedsaysa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxyi kasta oo u yimaada xagga raxmaan uga yimaada soo dejintiisuna ay cusub tahay way beeninaya way ka sii jeetanayaano dhagay jala ku siin maayaan marka Allah wuxuu leeyahay way beeniyeen waa la arkaa laakiin waxan ay beeniyeen ay ku jeesaysayaan cadaabka jeegi iyo waxa jeegi goor buu leeyahay waxa laftiisi baba way iman marka ka dhursug baa nabiga lagu leeyahay wama yaatihim uma imanin min dhikri waxyi uma imanin من الرحمن الله الرحمن حقي سوحي قاسه محدث العصب سود جنتي سا عصب القرآن مخلوق معها سود جنتي سا عصب الدردات كان كعصب إلا أوي ما دس كانوا وحي أهادين معرضين عنه كوكا جيتسدين نقدين الله وحليه فقد كذبوا بينيين هذا وين أرقنا فسيأتيهم وحاوي من دونه أنباء ما شيء وركي كانوا أهايين يستاذيون به كوكا جيتسا أولم يروا مياني أرق alla qudradiisa markay dafirsan yihiin ilaan ardada dhulka kam intii ambatna aan ka dhalina fiha ardada mi kulli joojin nooc kasta kariimno wanaagsan dhulka may fiiriya markay alla diidan yihiin oo nama soo bixin kara leeyihiin inta dhulka laga soo saaray markoo alla dhulka roob ku daasiyo inta nooc ee dhulka dushiisa ku nool ee xawayaana ee geeda
ee dir ah ee biya ah ee bani aadam ee jina ee isee miin garanin bu alle lay markay leeyeen allah nama soo bixin kar oo diidan yihiin miisaalay awalam yaro miyaanay arag ilal ard dulka kam inta ambatna an ka soo saaray fiha ardada dhaxleena min kulli zawjin nooc kasta kulligi kariimna wanaagsan intee daaq fiican ka soo baxday in fi dalik tasarrufka waxa ku soo mucjisada la yaab kale la ayatan calaamad ay dadku wax ku gartaan wama kaan aksarum badankoodna ma aha mu'miniin ilaahi subhanahu wa ta'ala waxyaabaha uu dhulka ku sameeyay intaas oo nooc ku sameeyay qofkii u fiirsada allah uu garan lahaa way qofkii u fiirsada allah uu garan lahaa intaas oo nooc ka soo dhacdo kala duwan ilaahi waxyaabaha kala duwan uu sameeyo ardada ku sameeyay in fi dalika arinta waxa ku sugan la ayatan dalil iyo mucjisad qofkii wax garanaya de uu ku garan وما كان أكثرهم بدنكود معها مؤمنين مؤمنين معها وإن ربك الرب قال اللي هو الرب قال العزيز كغالب وي وعيد البقرة هذانا الرحيم والنحريس لماذا صفوه على سوء كان بربر دقي بين الخوف والرجاء كن نولو الله هو عزيزه عيد وحكد عسان كرتي عيد كان كاتن من ما تيرتو هذانا الرحيم والنحريس له وحوي عيد توبة كانت الله هو النحريس وإن ربك اللي هو العزيز الرحيم وي العزيز الرحيم وي وألا غالب كون عد الله اللي كرتاجرين عد كأتان كرتاجرين هذا رحمة أو صاحب كأول وإذن هذا ربك موسى أني تلقوا من الظالمين واذكر حسبان لي إذ وقتي نادى ربك الرب قاء أورنا واقي موسى موسى أمحكو لربي أني تلقى القوم قوم كالظالمين أو الظالمين تاها قوم فرعون فرعون قوم كيسي أتا بكى لوح له ألا يتقون مين بقين qolada fircoosi walba wax loogu sheegay meenay alla ka baqayn idna daarabuka qolada mu'taziladihi waxa yidhaahdeen alla kalaamkiisoodi xuruf midna malbeeri meeshana waxa ino taala alla muusa u dhawaaqay ya meeshana ino taala haye may suukeen barnaamada ay suukeen wad ku noosh waqti nada uu dhawaaqay rabbuka rabbiga muusa muusa uu dhawaaqay oo muxuu ku yidhi rabbi muuse aniti u tag alqawma qawmka adhalimin oo zalimin taa qawma fircoon u tag ألا يتقون مياني ألا كبقين قال وحول موسى رب الرب قيهم إني أنا أخاف وحن كبقين أن يكذبوني إني إبينيان ويضيق وعليلي ومسدري قلب قيهم ولا ينطلق ونفر من لساني عرب قيهم هل كرواي فأرسل أفرين دين إلى هارون ولهم حاوسوا نادي علي دوشي رفاق بدي دنب دنبي فخافوا حمن كبق سنه أن يقتلوني نيدلان نبي الله موسى أمر كمدي دنا أمر كمدي دنا كمان الشهر كذا أو حوي عذر دار كانوا الله وشيا جنايا عذر دار كانوا الله وشيا جنايا وحول الله يوم خرتوا عن كبقي إلى إبينيا أو قلب جيب عليه عيل ويخبطه عرب كي يقولوا أنصف عن أشياء كين كرواي ولالك هارون وفرندر دم بكلنا ويقول له نبى كدي لي بري نفاق بدأ ينبري كدي لي بول وأنك سبب كذا وده مصر وقت جوي إمدينو آدين marka nabi kale muuse cudur daarkiisu uu allah u bandhigay daacwadi ma yeelayo ma dhahin ilaahu inta soo dhiba jirtee si farsamee buu leeyahay qaala wuxuu yidhi nabi ilaahi muuse rabbi rabbigayo in aanu akhafu waxaan ka baqaya ayu kadibuni inay beeniyaan oo yadiiqo u cidhiidiyo masadiri qalbigaygo sadiriga hada qalbiga la sheegay walaa yamdaliqu una fur min lisaani arabkaygo e faarsil dil ilaahi haaruna nabi haaruna u diro u fariin diro isaga rasuulka dhig ولهم حاول سجناذي خاقب دي علي دو شيء الدم بالدم ببربع نكديني فخافوا حنكبق أن يقتلون إني إدلان قال الله حلي كلامي كدل معي فذهب تجا عديو ولا الكا بآياتنا آياتها يغلب تجا إن أنا معكم معنا مسلمين وإذا مغلينا دعائي إني إيو حال الدين ودموان أجنهاي دقائق وحبين يلي مهياني فاتي أوتجا فرعون فرعون أوتجا فقولا كلها إن أنا قل رسول رب العالمين عالمين ترب جذبان وهو قال كويدي نبي الله موسى ملك عدل ذلك يسأل الله صوبان دقي وحلا واحد كويلي ماله أدي ولا الكا ولا كان وانك أقبل سنة شد عدودك بأخيك وانك أقبله أرض أنت فرعون تكتان أرضو تكتان أشجع وحق أشجع فرعون تجا وحد كتير هن رسول رب العالمين بان مرك الرسولا ما ينادينا رسول رب العالمين مرك عربي هذا اللي يدهن مفرد المضاف إلى معرفة يعلم بين مري رهني مركه كله وحوي مد مد خيول يبا والرسول مركه وهذا سعنا بيكدي قال الله وفي كل موسى كلا مي
idin taaban maayan kuna dil maayan fadha ba taga adiga walaalka baayatina aayadaha iyagan la taga mucjisaadkan inna anagu ma'akum mi'ina mustami'una wa in dagaysanaynaayo waan ognahay xaaladiina oo dhan faatiya fir'auna fir'aun utaga faqula kullaha inna anagu rasuul rabbil aalamiina aalamiinta rabbigeeda rasuulkiisa baanahay marka oo reysa anar sil fasax xusiida macna macayaga bani israayil hortay bani israayil siidaayo gumaysiga ka dulqaad ibn Isra'il wa kana waad gumaysanaysa oo arurtoodi baad leeynaysa oo ragoodi baad leeynaysa oo weenkoodi baad adeegsanaysa gumays boorta marka horeysa xornimay ka bilaabay boorta bal dadkan xore diinta yaa la gaarsiin hadayna dadkii xor ahayn ariga diinta la gaarsiin way xornimay ka bilaabay waxa yiraahdeen rasuulul rabbil aalamiina waan nahay an arsil dir macna macayago siida bani Isra'il qaal fir'aun wuxuu ila alamnu rabbika miyaanan ku korinin fiina dhaxdayada wiliidan adigu ilmo caruur ah oo walbista aad ku nagaatay fiina dhaxdayada min uurka daadaada sineena sanado oo faalta aad fashay faalta ka falkaagi alla ti falki faalta aad fashay waanta adigu min kaafiriina gaalada aan ka mahadceeyaynin baba tahay nicmadii aan ku siiyay dadka seedan iyo la timid wuxuu ku yiri war soo kuma soo korinin ha adoo ilmo caruur ah soo in badan lama aadan joogin falki loogaado Soomaada sameeyay ninkii reerka iyaga ay qibdi ahaa Soomaadan diilin ha marka hadana waxaad ka mid tahay nicmadii aan anigu kuu qabtay waad ku balan furso wax kala baday la timid buu leeyahay fir'aawn fir'aawn qabyaalad buu wax ku xukumi jiray qabyaalad naxariis la waa qaal fir'aawn wuxuu yiri alamnu rabbika ma waanan ku korinin fiina dhaxdayada waliidan adigu ilmo caruur ah oo walbi samiyada nagaani fiina dhaxdayada min umurka daadaada inta jirto sirina sanado oo faalta aad fashay faalataka falkaagi allati falki faalta aad samayso ninkiina dishay waanta adigu min kaafiriin ma tahay gaaladaad ka mid tahay oo wixii lagu qabtay ba ma aaminsanid qaal wuxuu yiri nabi ilaahay muuse faaltu sida aad sheegay waan falay idan waqtiga waana nugu min dhaaliina waan cilmi la aan baa haysay kuwa dhaaliinta yaani dalal xaq diinta ama aha cilmi la aan baa haysay oo ilbax ma aheyn fa farartu minkum aan ka cararay lama khiftukum markaan idin ka baqay fa waaba li rabbi rabbigay wuxuu i siiyay xukman xikmad iyo nabinimo وجعلني وحيقا يالي من المرسلين مرسلين تو إيقا يالي وتلك تاعد شيئا يساد إيقو مهات شيئا نعمة النعمة ويتمنها أدكوك الله دي ستاعد علي الدو شيئا أن عبت معا عبت أدون ستاين بني إسرائيل أقول نبي الله موسى وحوري وارهن سداوان يالي لكن مركع علم الأنباء يسي وها سداو يالي وحقر الشلاب يسي وانا لإنك عرري مركع نديك بقي الله بهذا النبي قد قيدي والرسول قد قيدي والرسول شيء قصة ودره رسول لما وي وحا ندكونين mid kale reebanu israayil adigoo gumaysay hal nin waxaad u qabatay yaad ku mahadceeganeysa reebanu israayil oo dhan waa wad ciqaabtay wad cadaabtay ma yeesho dhigmaan labadaasi way hal nin waxaad u qabatay reebanu israayil dibkaad u geysatay miyey u dhigantaa way qaal wuxuu nabi ilaahay muusa faaltuha sida waan yeelay faalada aad sheegayso idan waqtiga waana aniguna qaal wuxuu nabi ilaahay muusa faaltuha sida waan yeelay idan waqtiga waana aniguna min dhaaliina dadka luusanon cilmiga lahayn baan kamid aha dalal xaga diinta ama fa farartu minkum wa idin ka cararay lama khiftukum markaan idin ka baqay fa waaba li rabbi rabbigay wuxuu sii xukman nabinimo isiiyay cilmi naafica wajaalani wuxuu iga yeelay milal mursaliina ku alla diray marka waxaan hadda kula hortaagnay bariga waa la soo dhaafay intaad bariga iska timaada tan aan kula hortaagnahay tan aynu ka wada hadal weeyo macnihi wa tilka taasina adigu aad sheegaysaa waa ku soo koriye leedahayna nicmatu nicma weyn tamunna had ku galadeysatay calaya dusheeda an abata ma an abata ad adonsatay bani israayil bani israayil adonsatay marka khalqiga dhaneed adonsatay aniga kaliya waxaad ii qabatay maxaad u barbardhigay ma isu cunamaan may weyn wala subhanahu wa ta'ala.